بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا أبنائي الطلاب، طلاب صف الثالث متوسط في مدرسة دار الثقافة الأهلية. مع درس من دروس مادة العلوم وصلنا إلى الوحدة الثانية. الوحدة الثانية بنبدأ بالفصل الثالث. عنوان الوحدة كيمياء المادة. كيمياء المادة هنستعرض في الوحدة فيها فصلين. الفصل الثالث تركيب الذرة، هناخد فيها نماذج الذرة وبعدين النواة، درس نماذج الذرة ودرس النواة. الفصل الرابع الجدول بعنوان الجدول الدوري. يبقى الوحدة الثانية فيها فصلين، كل وحدة فيها فصلين. الوحدة الأولى كانت الفصل الأول والثاني، الوحدة الثانية الثالث والرابع. فالفصل الرابع فيه الجدول الدوري، درسنا الجدول الدوري بشيء مبسط في سنة أولى متوسط. هناخد مقدمة في الجدول الدوري، العناصر الممثلة والعناصر الانتقالية، وشيء بالتفصيل بقى عن هذه العناصر. نبدأ إن شاء الله الفصل الثالث تركيب الذرة، نماذج الذرة، هذا عنوان الدرس. صفحة 86 في الكتاب. الآراء القديمة حول بنية الذرة، دايما ده تاريخ مهم جدا، وده من الأمانة العلمية يذكر هذا الموضوع في كل السنوات اللي موجود فيها الآراء القديمة، تلاقيها في المتوسط، تلاقيها في ابتدائي، تلاقيها برضو في الثانوي. اعتقد بعض الفلاسفة القدماء أن المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدا، وسميت تلك الجسيمات بعد ذلك الذرات. الفلاسفة القدماء يعني لا طبعا ما كانش فيه أجهزة متقدمة، ولكن عبارة إنهم بارعين في علوم كثيرة جدا. فده يعتبر كلمة اعتقاد، ما فيش تجربة ولا أي شيء عندهم تؤكد هذا الكلام، وطلع كلامهم صحيح بعد إثبات هذا الكلام. هنشوف إن تعريف الذرات بقى، الذرات جسيمات غير قابلة للانقسام، جسيمات غير قابلة للانقسام. يعني مثلا أدي المادة، هذه المادة سواء كانت صلب أو غاز أو سائل، تتكون من ذرات صغيرة. هذه الذرة تتكون طبعا من إلكترونات وبروتون ونيوترون موجودة في النواة والإلكترونات تدور حولها. هل يمكن تقسيم الذرة دي إلى شيء أصغر منها؟ لا. يبقى تعريف الذرة هي جسيمات غير قابلة للانقسام. مما تتركب هذه المواد؟ الحديد بيدخل طبعا في صناعة أشياء كثيرة في حياتنا. الماء بتركب من إيه برضو؟ الغاز، الدخان، بيتكون كل ده بيتكون حديد أو ماء أو دخان. جبت لك مثال لمادة صلبة ومادة سائلة ومادة مادة سائلة ومادة غازية، كله بيتكون من ذرات. الإجابة مما تركب هذه المواد الصلبة والسائلة والغاز من ذرات. يبقى كل حياتنا كل المواد بتتكون من ذرات. طبعا ده مختبر قديم وده مختبر حديث. على الرغم من أن إمكانيات المختبرات قديما كانت بسيطة لو جيت أقارنها بالمختبرات العلمية الحالية، إلا أن الكثير من الاكتشافات المذهلة حدثت في خلال القرن الثامن عشر، اللي هو طبعا الفارابي وابن سينا وعلماء متقدمين جدا كلهم كانوا، وأرسطو، وكل دول علماء. كان المختبر بسيط، إمكانيات بسيطة، ومع ذلك اكتشافات علمية طبعا إلى الآن يعني كل الناس بيستفيدوا منها. ده مختبر حديث طبعا هو، فلا نقلل من قيمة المختبر اللي هو إيه على صورته القديمة. قدماء الفلاسفة، أرسطو هنا مثلا ده مثال، وهنا ده الفارابي. في أمثلة كثيرة جدا، في طبعا علماء كل فلاسفة القدماء دول لم يحاولوا إثبات نظرياتهم بالتجارب العلمية. ما كانش فيه طبعا نظرية، ولكن عبارة عن إيه؟ كانت نظريتهم عبارة عن نتيجة للتفكير المجرد والجدل والمناقشة دون أي دليل أو برهان. خلاص؟ ولكن ده مش معناه إن إحنا نقلل من قيمة هؤلاء العلماء. لا، دول طبعا احنا قلنا ان هم لهم اكتشافات علمية فادت لكل البشرية. العنصر، تعريف العنصر، مادة تتكون من نوع واحد من الذرات.
عنصر. حتى لما نيجي مثلا يقول لك ايه في عنصريه، العنصريه معناها ان العنصر ده كل ذراته متشابهه من نفس النوع. اقول مثلا عنصر زي ايه؟ الذهب، يبقى كل ذراته من نفس النوع من الذهب. النحاس هذا عنصر طبعا، وهناخد بقى العناصر في الجدول الدوري ان شاء الله في الفصل الرابع ونتكلم بالتفصيل. فكلمه عنصر يا شباب هي ماده تتكون من نوع واحد من الذرات. هذا النوع ممكن يبقى لو جينا تحت المجهر شفت مثلا ذرات دائريه او مكعب او بتاخد شكل مثلا ثلاثي او ثنائي او احادي، المهم ان هو نفس النوع واحد من الذرات. وفي امثله على العناصر، الكربون عنصر، الحديد عنصر، الفضه، الذهب، طبعا في امثله كثيره جدا، ولكن يعني ايه ادي على قد السؤال نقدر نجاوب. اول عالم قابلنا طبعا العالم دالتون. العالم دالتون ده كان مدرس انجليزي الاصل اسمه جون دالتون في القرن التاسع عشر، القرن 100 عام، يعني سنة 1900 كان في القرن التاسع عشر. اقترح مجموعة أفكار حول المادة. احنا قلنا مجموعة ايه؟ أفكار حول المادة، وهي تتكون المادة من ذرات، خلاص لسه اللي بنقول دلوقتي. لا تنقسم الذرات إلى أجزاء أصغر منها. في تعريف الذرة أنا قلت ايه؟ هو جسيم لا يمكن تقسيمه إلى أصغر منه. فالذرات وصل في دالتون إلى أن الذرات لا تنقسم إلى أجزاء أصغر منه. كمان الاقتراح الفكر الاقتراح الثالث، ذرات العنصر الواحد متشابهة تماما. ذرات العنصر الواحد متشابهة إيه؟ تماما. أربعة، تختلف ذرات العناصر المختلفة بعضها عن بعض. يعني مثلا نختلف يختلف الحديد عن الفضة، عن الذهب، عن المنجنيز، عن الفسفور، عن الكبريت. ماشي؟ يبقى ده عنصر مختلف عن العنصر الاخر، وبالتالي وضعوا مجموعه وضعوا حاجه اسمها الجدول الدوري عشان يحط العناصر ويحط الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. طيب يجي سؤال هنا يقول لك اذكر افكار دالتون حول الماده. هتذكر ايه؟ الاربعه دول، ودول سهلين وموجودين برضه فين؟ في بعض المراجع والكتب. ادي دالتون تصور الذره على انها ايه؟ يبقى برضه ده سؤال مهم جدا بيجي في الاسئله. ما هو تصور دالتون حول الذرة؟ هو تصور انها كرة مصمتة يعني زي الزجاج متجانسة تشبه الكرة الزجاجية الصغيرة. هي انها كرة ايه؟ مصمتة. كلمة مصمتة يعني مش مجوفة من الداخل، يعني زي مثلا الكرة، ولكن هي مصمتة زي ايه؟ الكرة الزجاجية اللي بيلعبوا بيها الاطفال. انها كرة مصمتة متجانسة، اي انها تشبه الكرة الزجاجية الصغيرة. الإثبات العلمي لمفهوم دالتون حول الذرة. تم اختبار، طبعا هنا بقى بدأ العالم ده ايه، احنا بنجيب بقى ايه التاريخ كله بالنسبة للناس اللي اتكلموا في الذرة، وفي الآخر هنقول ما هو طبعا النظرية الحديثة للذرة، وده هتاخد طبعا كام حصة يعني على ما نوصل إلى النظرية الحديثة للذرة أو مفهوم الذرة تبع النظرية الحديثة. تم اختبار نظرية دالتون للذرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خلاص 1870. وفي عام 1870 أجرى العالم الإنجليزي ويليام كروكس، العالم ويليام كروكس طبعا، باستخدام أنبوب زجاجي. هذه الرسمة عندك في الكتاب من الرسومات المهمة جدا في الكتاب، يعني ديت موضع اختبار. الرسمة ديت مهمة جدا جدا جدا، علم عليها عندك، دي مهمة. خلاص هنيجي بقى ناخد انبوب كروكس ده بالتفصيل. اما اقول لك مما يتكون انبوب كروكس، واحد انبوب زجاجي، ادي انبوب زجاجي اهو مفرغ من الهواء. قطعتان معدنيتان داخل الانبوب، ادي قطعه هنا، قطعه على اليمين وقطعه على اليسار. هنا بيبقوا قطبان، واحد موجب واحد سالب. هنوصلهم ببطارية عن طريق أسلاك، آدي السلك اهوت، وآدي البطارية ما بتتوصل، يبقى أنا عندي إيه مصدر للتيار الكهربائي هيمر هنا. طبعًا هنا في يوضع جسم مثبت في مسار الجسيمات. لما أوصل بالبطارية طبعًا لما يتم توصيل المصدر الكهربي نجد أن تنتقل الإلكترونات من هنا، لسه مش عارفين هو في ضوء، هذا ضوء. ضوء يتوهج، ضوء اخضر. الملاحظه ان توهج الانبوب وهج اخضر،
هذا الوهج ظهر وظهر ظل الجسم، الجسم ده حاطينه مثلا وردة ولا أي شيء حاطينه هنا في جسم شخص علشان يشوف الظل بتاعه على الطرف الآخر للأنبوب، وظهر ظل الجسم الموجود في وسط الأنبوب على طرف الأنبوب المقابل على الطرف الآخر يعني، يبقى ده الجسم المثبت هنا وده الظل بتاعه. طيب هنا الصورة ديت بنشوف طبعا عمال الطرق والمنشآت والمباني بيكتبوا طبعا عند إشارات المرور أو في لوحات إرشادية بتبقى على الأرض بيكتبوها، طبعا بيحطوا جزء وبيرشوا كده اللون عشان يبقى فيه كلمة ستوب أو أي تنبيه. مثلا هنا ما يقوم به عمال الطرق في هذه الصورة يحاكي ما حدث في أنبوب كروكس والأشعة المهبطية. في أشعة المهبطية عندي أنود، عندي ده الأنود اللي هو الموجب والكاثود اللي هو المهبط اللي هو السالب، خلاص. يبقى هنا بقى إيه تعريف الأنود اللي هو المصعد، قطب فلزي شحنته موجبة يوصل الكهرباء، لازم يكون طبعا أنا هستخدمه لازم يكون موصل للكهرباء. والكاثود تعلم عليه في الكتاب عنك تحدد، هذا جزء مهم. الكاثود مهبط قطب فلزي شحنته سالبة يوصل الكهرباء. بماذا فسر كروكس ما حدث؟ بأن هناك ما يشبه الشعاع الضوئي انتقل من المهبط إلى المصعد فتكون ظل للجسم الموجود في وسط الأنبوب، ده اللي احنا شفناه في التجربة السابقة لما وصلنا الكهرباء انتقل ضوء أو وهج، هذا الشعاع انتقل منين؟ أهم حاجة عندي من المهبط إلى المصعد، فحطينا جسم أمام هذا المسار من الضوء وظهر الظل على الجانب الآخر. ما سبب تسمية الأشعة المهبطية بهذا الاسم؟ طبعا ده مهم جدا السؤال ده، بيجي مثلا علل، لأن الجسيمات تبدأ سيرها من المهبط إلى المصعد. شوف حتى يقول لك الأشعة المهبطية، ما كلمة الأشعة المهبطية يعني جاية من الإيه؟ من المهبط، تنتقل من المهبط إلى المصعد، المهبط اللي هو إيه؟ السالب. أهو من المهبط اللي هو السالب تنتقل من السالب تنتقل إيه؟ إلى الموجب، هذا داخل الأنبوب. اكتشاف الجسيمات المشحونة طبعا أثارت تجارب كروكس المجتمع العلمي في ذلك الوقت، ولكن كثيرا منهم لم يقتنعوا أن الأشعة المهبطية عبارة عن سيل من الجسيمات، إلى أن جاء عالم آخر اسمه تومسون عام 1897 وحاول حل هذه المشكلة. ما هو أنا مهم جدا العالم يأتي يكمل ما عجز عنه العالم اللي قبله، مش يجي نهدم ونبدأ من جديد، لا، مهم جدا إن كما قال العالم إنني أرى أفضل من الذي قبلي لأني أنا بكمل على اللي قبلي بكمل، فبالتالي أنا دلوقتي إيه بستفيد من اللي قبلي وبضيف عليه إضافة جديدة. ماذا فعل تومسون بقى؟ لما طبعا الناس ما اقتنعتش، وضع مغناطيس في صورة عندك في الكتاب، مغناطيس بقرب ايه أنبوب كروكس في صفحة 89، وضع مغناطيس بالقرب من أنبوب كروكس عند تشغيله، فلاحظ انحناء الشعاع. طيب ما معنى ذلك؟ استنتج ايه؟ بما ان المغناطيس لا يؤدي الى انحناء الضوء، هل لو جبنا مغناطيس وجبنا الضوء هل الضوء بينجذب للمغناطيس؟ طبعا لا، وبالتالي بدأ يفسر تفسير علمي مهم جدا، العلماء بيفسروا تفسير علمي بقى. بما ان المغناطيس لا يؤدي الى انحناء الضوء فان الشعاع جسيمات مشحونة بشحنات سالبة تخرج من المهبط، يبقى ايه هنا اكد ان المغناطيس مش هو السبب في انحناء الضوء، ولكن الضوء هذه الشحنات خرجت من المهبط. كيف عرف تومسون ان هذه الجسيمات تحمل شحنه سالبه؟ وانت عرفت منين بقى انها طبعا تحمل شحنه سالبه؟ نقول ان الجسيمات خرجت من المهبط وانجذبت نحو الايه؟ المصعد، الظل ذهب على الجهه المقابله وهو الايه؟ المصعد. طيب معنى ذلك ان دي سالب وراح للموجب، وانا عندي قاعده عامه في المغناطيس وفي الكهرباء، الشحنات المختلفة تتجاذب،
الشحنات المختلفة تتجاذب، كذلك ده في الكهرباء. طب لو انا قلت في المغناطيس الاقطاب المختلفة هنا تتجاذب برضه. خلينا فاهمين لما نيجي عند المغناطيس نتكلم. الشحنات المختلفة تتجاذب، يبقى تومسون فسر هذا الكلام وقال ان الشحنة طالعة من السالب وتتجه نحو المصعد، يبقى هي سالبة، يبقى هي شحنات ايه؟ سالبة. استنتج ان الأشعة المهبطية جسيمات سالبة، الشحنة موجودة في كل المواد، كل المواد اللي حولنا فيها أشعة مهبطية. ماذا سميت هذه الجسيمات السالبة الشحنة؟ سموها الإلكترونات. يبقى مين اكتشف الإلكترونات بعد كده؟ يبقى السبب هو تومسون، العالم تومسون. شوف نموذج تومسون، ها عبارة عن كرة بس من الصلصال، هناك طبعا دالتون كرة زجاجية. طب كرة من الصلصال فيها شحنات موجبة وسالبة، يبقى ليه تصور ده تصور تومسون حول الذرة أنها عبارة عن كرة من الصلصال متجانسة فيها الشحنات الموجبة والسالبة بطريقة متجانسة، تتكون الذرة من سحابة من الشحنة الموجبة تنغرس فيها الإلكترونات السالبة. آدي شحنة موجبة وآدي إلكترونات اللي هي شحنتها إيه؟ سالبة. يبقى ده تفسير العالم تومسون. نموذج تومسون، عدل تومسون نموذج دالتون للذرة واستنتج أن المواد ليست مكونة من شحنات سالبة فقط. يبقى تومسون أضاف شيء على إيه؟ على دالتون، إن الشحنات دي شحنة سالبة وموجودة في كل المواد، وبالعكس ده طالما إن المواد ما تبقاش شحنة سالبة فقط، ده فيها شحنة موجبة، وبالتالي يجب أن تكون الذرة متعادلة، مش يجب أن تكون، مش إحنا بنقول الذرة متعادلة كهربائيا في الحالة العادية. استنتج أن المواد ليست مكونة من شحنات سالبة فقط، بل يجب أن تكون متعادلة الشحنة، وذلك بوجود الشحنات الموجبة. سؤال: ما الجسيمات المنتشرة في نموذج تومسون؟ الشحنات دي شحنات سالبة منتشرة حول شحنات موجبة. ما الجسيمات المنتشرة في نموذج تومسون؟ أهي ديت الجسيمات ديت، يبقى نقول إيه؟ شحنات سالبة منتشرة حول شحنات موجبة. وبكده أبناء الطلاب بنبقى وصلنا إلى جزء مهم جدا، وهو مقدمة في الآراء القديمة حول بنية الذرة. هنشوف السؤال الأول: الذرة، ما تعريف الذرة؟ سجل هذه الأسئلة عندك في دفتر العلوم للواجب. العنصر، احنا قلنا العنصر ايه؟ ذرات العنصر الواحد متشابهة. طيب أمثلة العناصر، اذكر بقى أي أمثلة. عناصر كتير جدا، ماشي، اذكر أمثلة من العناصر. اذكر افكار نظريه دالتون، افكار نظريه دالتون قلنا اربعه مهمه جدا، ماشي. كيف تصور دالتون الذره؟ السؤال رقم سته: ما سبب تسميه الاشعه المهبطيه بهذا الاسم؟ طبعا لو اللي متابع معايا الشرح هتلاحظ ان كل الاسئله دي موجوده في الشرح، كلها متغطيه واكثر من ذلك بالتفصيل. بس طبعا الاسئله دي لو انت جاوبت عليها يبقى انت لميت بالدرس، يبقى انت عندك حصيله. وازاي يجي السؤال؟ يجي اكمل، ازاي يجي مثلا علل، ازاي يجي مثلا اذكر، يعني اسئله منوعه، اسئله منوعه. وطبعا بنكون وصلنا في نهايه الدرس. بشكر الطلاب اللي بيشاركوا واللي بيتابعوني، وطبعا في نهايه الدرس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.